بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو اللي هنتكلم فيه على كيفية إنشاء ما يسمى سحابة الكلمات أو الوورد كلاود، وده نوع من أنواع التحليات الكيفية للمتغيرات النصية. أحيانا بيكون عندي متغير نصي يعني زي الأسئلة المفتوحة وعايز أعمل لها شكل من أشكال التحليل. أحد الطرق هي إن أنا بعمل لها ما يسمى الوورد كلاود، وده بيكون من خلال ان انا بعبر عن عدد مرات تكرار كل كلمه من الكلمات بشكل رسمه تعكس ان كل ما يكون الحرف او الكلمه كبيره كل معناها بيكون ان الكلمه دي اتكررت بكثره. معاكم استاذ الدكتور محمد حبش حسين، استاذ الاحصاء والقياس النفسي والتربوي بكليه التربيه جامعه اسكندريه. طبعا عشان نعمل الكلام ده هنعمل شكل من اشكال الدمج ما بين الاس بي اس اس وما بين البايثون. خليني بس اوري لحضراتكم يعني امثله على سحابه الكلمات. يعني دي شكل من اشكال سحابه الكلمات، ان احنا بيوضح ان كلمه انتر اكتيف مثلا اكثر كلمه اكثر انتشارا، تليها مثلا كلمه ثوت او برين ستورم او نوليدج. نفس الطريقه صوره اخرى بتعبر عن كرياتيفيتي اكثر، فيها كلمه ايماجينيشن انسبريشن، بتبدا تشوف ايه الكلمات اللي بتنشأ. احنا طبعا عندنا امل في هذا الفيديو ان احنا نقدر في النهايه نعمل برضو حاجه باللغه العربيه، لان الكلمات اللغه العربيه بيبقى فيها شكل من اشكال الصعوبه شويه. تعالوا بس نشوف مع بعض بشكل سريع احنا هنعمل الكلام ده ازاي في برنامج اس بي اس اس، وازاي هندمج الكلام ده مع برنامج البايثون. طبعا احنا برنامج اس بي اس اس مش هنفتح داتا في الفيديو دوت، في نهايته ان شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو هنفتح داتا، لكن دلوقتي انا عايز ابدا من خلال ان انا انفذ الكلام ده. هو اول حاجه هروح اعمل نيو سينتاكس، يعني عايز اوامر لف اوامر، تمام؟ زي ما شفنا في الفيديو السابق هنبدا نكتب بيجن بروجرام بايثون وبايثون 3، تمام؟ وانا جاي عامل كده عشان ما انساش اقول اند بروجرام. الأساسية اللي حضرتك لازم تعملها في كتابة أي برنامج حاجتين، الحاجة الأولانية هي التعليقات الكومنتس عشان تعرف أنت بتعمل إيه، والحاجة التانية إنك أنت ما تقعدش تكتب أكواد كتير وبعدين تجربها، المفروض إنك تتأكد من الموضوع خطوة بخطوة. طيب إحنا أول حاجة بنعمل إيه؟ هنعمل برضو كوما كده ونقول والله إن إحنا هنتأكد من، هنعمل لود للمديولز أو الباكجز اللي أنا عايزها او الكلاسز ايا كان الحاجه اللي انا عايزها. طبعا الهاش ديت اللي احنا شايفينها ده معناه ان انا هعمل تعليق، البرنامج ما بياخدش باله من الموضوع ده خالص. ومن قال لاخر هنعمل كنترول ايه كنترول ار عشان اشوف هل في ظهر اي حاجه هنا هو بيتعبر عن ان انا عندي شكل من اشكال الخطا. زي ما قلت من يعني من الاصول ان انا ما انتظرش لغايه لما البرنامج يبقى حجمه كبير وبعدين اجربه. طبعا هنا راننج بيجين بروجرام يعني هو بينفذ البرنامج دلوقتي، فلازم استناه لما يخلص ويديني اشاره على ان البرنامج خلص ولا لا. هيبقى بيظهر ازاي؟ زي ما بتعودنا بنلاقي ان الاس بي اس اس بروسيسنج از ريدي، اول ما بتظهر معناه ان هو خلص الخطوه دي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشاشه اظهرت ان كتب لي اي بي ام اس بي اس ستاتستكس بروسيسور از ريدي، فكده معناه انه خلص المطلوب منه، وفي الجزء اللي فوق هنا ما ظهرليش اي خطا، يبقى انا ما عملتش حاجه، مش عندي حاجه شكل من اشكال الاخطاء. طبعا انا عملت توقف للفيديو ثم رجعت شغلته تاني علشان خاطر ما اقعدش اضيع وقت في الفيديو. لكن خلي بالكم من الحاجات اللي احنا بنلاحظها ان اول مره بنيجي ننفذ البرنامج بياخد وقت طويل الى حد ما. هرجع تاني من خلال شاشة الويندوز، شاشة الويندوز هنا هنزل عند السينتاكس عشان أكمل عليه. إيه اللي احنا عايزينه؟ احنا محتاجين نحمل بعض الباكج، بعضها طبعا موجود اوريدي مع برنامج الـ SPSS والبعض الآخر لا. يعني مثلا امبورت امبريتنج سيستم ده حاجة بتبقى موجودة مع الـ SPSS اوريدي، لكن ممكن أقول له كده فروم وورد كلاود يعني من الوورد كلاود، وده كلاس موجود في البايثون. امبورت دبليو، لازم الدبليو الاولانيه تبقى كابيتال وورد والسي تبقى كابيتال كلاود. طبعا الامر ده هو لازم انت تسطبه بنفسك على البايثون لان ما بيجيش اوتوماتيك مع البايثون. يعني فروم وورد كلاود امبورت وورد كلاود، شوف هي نفس الكلمه بس هنا كلها سمول لان ده كلاس، والورد كلاود هنا دي يعني فانكشنز او بصوره ادق ميثودز موجوده داخل الورد كلاود. ف
فلها طريقتها للكتابه بالطريقه الكتابه، انت لازم تتكتب كده. طيب ايه تاني اللي انا محتاجه؟ انا الموضوع بيعتمد على الرسم، فهقول له كده امبورت امبورت مات بلوت لب دوت باي بلوت از بي ال تي. طبعا از بي ال تي يعني بعد ما بدل ما اقعد اكتب كل الكلاس ده هو بالبروبرتيز بتاعته، فانا اختصرتها في الكلمه دي بي ال تي. فانا لو ما اشاور على البي ال تي معناه انا عايز استدعي الكلام ده هو. يبقى انا عملت كده ثلاثه باكج، واحده منهم عملت لها امبورت او اس عاديه، ده فروم وورد كلاود امبورت وورد كلاود، وهنا امبورت مات بلوت ليب باي بلوت از بي ال تي. طبعا دول يعني انت كده في الثلاث خطوات دول اتعلمت حاجه مهمه جدا، ازاي ان انت تستدعي كلاس او كلاس موجود في البايثون بثلاث طرق مختلفه. امبورت او اس، يبقى انا لو احتاج الاو اس ديت لازم ان انا اكتب او اس الاول عشان يعرف ان اتعامل معايا. فروم وورد كلاود امبورت كذا دي طريقه ثانيه، امبورت سمثينج اس كذا دي طريقه ثالثه. فخلي بالك بس من ايه، من الطرق. طبعا انا ليه احتاجت الوورد كلاود؟ لان انا محتاجها عشان خاطر ده الحاجه اللي هرسم بيها، عشان اظهر الرسمه واتحكم في خصائصها، فانا محتاج امبورت وورد كلاود برضه. عشان اطمئن لازم اعمل كنترول اي وكنترول ار عشان برضه انتظر الى ان اشوف ان في مشكله ولا لا، لان ممكن لو حضراتكم اخدتوا الثلاث سطور دول كتبتهم على الكمبيوتر عندك مليون في الميه هيديك ايرور. ليه؟ لان انت ما نزلتش الوورد كلاود ولا نزلت المات بلوت لاب، فما عندكش الاثنين باكج دولت، فعشان كده هتظهر لك ايرور. وهبقى اوريكم في فيديو تاني، لان بقى عندكم ممكن ما عندوش خبره بالبايثون، هبقى اوريكم ازاي تنزلوا البرنامجين دولت او ازاي تنزلوا الكلاسز ديت. لكن انا مؤقتا بوضح القصه برضه، هنتظر لغايه راننج طبعا وبيحمل الحاجات ديت وبتاكد انها موجوده والكلام ده كله، فعشان كده الى حد ما ممكن تاخد وقت شويه. واضح كده ان هو خلص وقال لي الاي بي ام سبيس ستاتستيك بروسيسور از ريدي، يبقى انا كده ما عنديش وما ظهرليش في الاوت بوت اي اخطاء، يبقى انا كده برضه ماشي سليم. اكمل على الكود بتاعي، لازم تعود نفسكم على كده، لازم نعود نفسنا على كده. طب انا هعمل ايه بعد كده؟ طبعا انا بالنسبه اللي انا هعمل له تحليل كمثال، هو ان انا هستخدم عباره عن قصه باللغه الانجليزيه موجوده، ادي شكلها. قصه طبعا فيها شكل نصي، ده ملف اسمه ستوري دوت تكست موجود على النت نزلته، ونفس الملف ده هو على فكره تم ترجمته الى اللغه العربيه باستخدام جوجل ترانسليت. انا طبعا مش مهتم بموضوع ترجمته، انا بس عامله كمثال ان انا اترجمه استخدمته ستوري اي عربيك ستوري عربي. فلو بصيت دي ترجمه اللي قدمها لنا جوجل، يبقى انا كده عندي الملف. هبدا بالملف الانجليزي لان عمل الوورد كلاود بالملف الانجليزي ده هبدا بيه. تمام، خليني بس كده هروح هنا. طبعا اول حاجه انا محتاجها اللي هي فكره انا عارف الملف ده موجود فين، فاقول له او اس اللي هي الاوبريتنج سيستم، اقول له تشينج دايركتوري يعني غير مكان الدايركتوري بتاعي لو ما كانش موجوده. طبعا الدايركتوري حاليا دلوقتي موجود في الاس بي اس اس ستاتستكس 25، او طبعا شغال في الفيرجن 27، لكن انا مش عايز ده، انا عايز احوله لمكان تاني حيث موجود الملف دوت اللي هو الملف ده انا عارف ان انا حاطه في المستندات. فاكتب حرف الار واقول لحضراتكم انا حاطط حرف الار ده ليه، سي بعدين سلاش. أنا طبعاً في عندنا حاجة اسمها يوزرز، بعدين في المكان محمد حبشي، تمام، وبعدين في الدوكيومنت دوكيومنت في المستندات، ده المكان اللي أنا عايزك تحول ليه. طبعاً لازم أتأكد إن طبعاً الآر هنا معناها إيه؟ معناها خد الكلام ده كنص، يعني طبعاً بالنسبة للبايثون والآر السلاش دي لوحدها ليها معنى، معناها انك انت ايه ان الكلمه اللي جايه بعد السلاش ديت لها معنى معين. طبعا لما بنعملها كده من غير الار بيقول لك الدبليو ملهاش معنى، لكن الاصل سلاش يو ملهاش معنى، لكن سلاش اس مثلا ليها معنى في الرجل الاكسبريشن وحاجات كده. فمهم جدا انك انت تعرفه، يا اما مش عايز تكتب الار دي تقعد كل علامه كده عشان تعرف في حاجه اسمها اسكيب، يعني اتعامل معاه ده كانه خط بحط اثنين خطين ورا بعض. طبعا كده اسهل، كده كده اسهل، بس المهم ان يكون اللي مكتوب ده صح. فانا عايز اتاكد برضو ان المكتوب ده صح، مفيش حاجه، فممكن ان انا اعمل كنترول اي وكنترول ار علشان يعني ما تبقاش في مشكله. طبعا بدا البرنامج يشتغل بسرعه شويه لانه مفيش حاجه جديده اللي احنا محملينه قبل كده شغال بيه عادي، فارجع مره تانية باذن ان هو مفيش مشكله.
هعمل ايه بقى كده؟ عايز افتح، يعني اقول له افتح الملف اللي احنا بنكلمك عليه، اقول له كده ويز، ويز ايه؟ ان انت اوبن، اوبن هفتح ايه بقى؟ احنا عارفين الملف بتاعنا اسمه ايه؟ اسمه ستوري دوت تكست، ده اللي موجود في المكان ده اهوت، انا عارف ان هو موجود هنا، وهيفتحه بمنطق ايه؟ القرايه، فاقول له ريد، ريد، واقوم جاي اقفل ده كده، اقول له كده از فايل، يعني افتحه لنا كملف، واقوم جاي داخل لجوه، لان لو ما حطيت النقطتين فوق بعض دول لازم ادخل لجوه عشان اللي جاي ده تبع الايه؟ تبع الويز ديت. طب عايزه يعمل فيها ايه؟ اقول له ببساطه كده ان احنا عندنا التكست، هات لنا التكست من خلال الفايل ده، الفايل دوت ريد، اقرا اللي موجود في الملف ده. تمام؟ يبقى هو هيعمل ايه؟ هيفتح لنا الملف ده للقرايه از ريد، وبعدين اهو قلت له فايل ده ريد يعني اقراه لنا. عشان اتاكد ان الدنيا ماشيه صح هعمل كده، ولازم ارجع تاني عند بدايه السطر واقول له برنت، برنت اطبع التكست ده عشان اتاكد انه قرا الكلام ده صح، عشان اتاكد ان هو قرا الكلام ده صح. طب اعمل برضو ايه؟ كنترول ايه وكنترول ار. طبعا هنا واضح انه قرا الكلام، نص الكلام، النص اللي موجود صحيح، النص كده قراهولي، يبقى دخل، يبقى هو معناه وصل للملف وفتحه وقراه، ده شيء كويس جدا، يعني دي خطوه ايجابيه جدا. هرجع، انا مش عايزك تقرانا بس بتاكد ان انت قريته صح، يبقى لغايه هنا احنا ماشيين صح. طب بعد ما جبنا الملف ده بقى عايزين نقول له ايه؟ نقول له بقى دلوقتي احنا عندنا، ناخد بقى الوورد كلاود، بقول له دبليو سي، دبليو سي معناها وورد كلاود اختصار، اختصار يساوي وورد كلاود، ولازم الحروف الكابيتال والسمول، وورد كلاود. وورد كلاود طبعا دي بتاخد اوبشنز كتيره جدا، بس انا مؤقتا مش هعمل فيها حاجه، يعني سيبها زي ما هي كده وورد كلاودز خلاص، ما مش عايز اكتر من كده، لكن هي داخلها اوبشن كتير هنشوف بعضها، بس احنا مش عاوزين ان احنا يعني نعمل اكتر من كده. ثم بعد كده عايزين نعمل ايه؟ بعد ما هو قرا الملف ده اقول له والله الوورد كلاود دي او الدبليو سي ديت هات لنا بقى جينيريت، جينيريت تكست، تكست اللي هو فين؟ الجزء اللي فوق ده، يعني اعمل لنا من الوورد كلاود ده وولد لنا منها التكست بتاعنا. طب وبعد كده عايزين، احنا عايزين بقى نشوف الكلام ده، هو عايزين نشوفه ك كملف بحيث يقدر نقراه. برضه مش هنستنى ما تحصل مشكله، لكن هنقول كنترول A وكنترول R على اساس لو في مشكله نقدر برضه ان احنا نلاحظها. طبعا برضه عينينا على الجزء اللي تحت ده، عينينا على الجزء اللي تحت ده، طالما قال لي انه ريدي وانا مش كاتب له برنت اي حاجه يبقى الدنيا ماشيه والكلام كويس. هرجع مره ثالثه وعلى عشان برضه ابقى انا عارف الخطا بدا منين. طب انا دلوقتي انا عايز ايه؟ احنا كده اخذنا الاو اس عشان خط نوجه الملف يبقى موجود فين، والورد كلاود عشان ننشئ الورد كلاود. امال المات بلوت ليب دي عاملينها ليه؟ دي عاملينها علشان نظهر الايه؟ الصوره نفسها، انها تظهر كصوره. فاقول له بي ال تي، ما انا اعطيتها ابريفيشنز او الياس، يعني ده كانه كده ايه؟ نائب عن الحاجه، يعني القصه دي كلها. شوف هنا لما الاو اس كتبتها باسمها، لكن الورد كلاود كتبتها باسمها، لكن مش هكتب الكلام ده باسمه، انا يا دوبك هاخد البي ال تي. طب البي ال تي ده اقول له ايه؟ اقول له كده ايمج، ايمج شو، ايمج شو لايه؟ للدبليو سي اللي هي الورد كلاود، البي ال تي اظهرها. طب بس كده؟ لا، لازم اقول له كمان بي ال تي دوت شو، يعني اظهر لي بقى الرسمه دي. خلي بالكم الايمج شو خدت الورد كلاودز اللي هي الاختصار بتاعها، احنا اعطيناها لها الاختصار ده اهوت، فاخدناه وحطيناه في المكان ده. طبعا هنا لغايه الخطوه دي المفروض ان انا يعني هظهر الرسمه، عشان اظهرها بصوره معينه بس هشوفها كده، يبقى برضه هشوفها كده، اقول له كنترول اي وبعدين كنترول ار، وبرضه عيني على الجزء اللي تحت ده، ان يا اما تظهر لي الصوره يا اما يظهر لي خطا ما، يا تظهر صوره يا يظهر خطا ما، فاحنا في انتظار. طالما بيقول لي راننج بيجيننج بروجرام، بروجرام بدات الصوره تظهر، جميل جدا، ادي الصوره بدات تظهر بهذا الشكل. طبعا حكايه الالوان والباك جراوند والكلام ده كله، كل ده قابل للتعديل، وحجم الخط وعدد الكلمات اللي بتظهر، كل الكلام ده هو في الاوبشن بتاع كلمه الوورد كلاود. تمام؟ لكن واضح ان في كلمه اي دي كلمه بتتكرر كتير، في كلمه مش عارف صودي كلمه اتكررت كتير، كلمه انكل مش عارف صودي، في والد في كلمات بتظهر كتير. لكن ايه لزوم الاكسس ديت؟ الارقام دي ملهاش معنى، الارقام هنا دي ملهاش معنى.
طب احنا عايزين نتخلص من الارقام ديت، الارقام دي عشان نتخلص منها هنروح نرجع تاني للسنتاكس بتاعي واقول له قبل ما البلوت شو ديت، تمام، قبل ما اقول له اظهر، قبل الظهور لازم اي تعديل عايز اعمله اظهره قبل الظهور. طبعا دي خاصه بالاكسس بتاعتنا، فهقول له كده كلمه اوف. يعني اوف يعني اقفل، مش عاوزك انك انت تظهر لي العمود الراسي والافقي والكلام ده هو، وحكايه الارقام الاكس ده مش رسم بياني يعني، ده مجرد شاشه موجود فيها كلمات. فهم جاي برضو عامل كنترول اي، وانا هنا هو كده كنترول اي ثم كنترول اي كنترول اي ثم كنترول ار، وانتظر اذا كان في اي مشكله هتظهر يا اما تظهر لي الرسمه بتاعتي. طبعا هنا برضو ظهرت الرسمه، ولاحظوا حضراتكم من غير علامات الايه، من غير الاكس اكسس والواي اكسس والارقام اللي كانت موجوده، كل ده اصبح مش موجود. تمام، قبل ما نحول الكلام بقى للغه العربيه هرجع مره تانية انا هو كده، هرجع مره تانية للسينتاكس هنا واديك بس بعض الاوبشن البسيطه خالص، بعض الاوبشن البسيطه زي ايه، الباك جراوند كالر مثلا. هنا في الباك جراوند اندرسكور كالر، طبعا في اوبشنز كتيره جدا، ده يساوي ايه، حط كلمه وايت يعني خلي لي الباك جراوند بتاعت الصوره وايت. فقوم جاي اعمل كنترول اي وكنترول ار وهنتظر اشوف شكل الباك جراوند هيختلف ولا لا. شايفين شكل الباك جراوند اختلف تماما. تمام، برضو هنا عدد الكلمات اللي بيظهر والماكس فونت والسايز والماكس وورد والكلام ده ممكن ان انا اتحكم فيه، كل ده من خلال الاوبشنز اللي موجوده عند الوورد كلاود هنا في الجزء ده كده. يعني ممكن اقول له كده ماكس وورد يساوي كام، اكتر عدد من الكلمات، اقول له والله محتاج 20 20. يعني ايه 20؟ يعني انا عايز في الكلمات لا يظهر اكثر من 20 كلمه، اكثر من 20 كلمه. طبعا هرجع هنا مره تانية في السنتاكس بتاعنا، طبعا هي المقصود تبقى ماكس ووردز مش كاكس وورد، يعني كنت كاتبها كده بس بعدين كنترول اي وكنترول ار ابص هنا عند الرننج اعطيه بيديني خطا، بيقول لي كلمه ماكس وورد دي ما يعرفهاش. دي مشكله من مشاكل البايثون ان حرف واحد ما بيعرفوش. هرجع مره تانية اقول له لا والله هي ماكس ووردز عدد الكلمات، يبقى انا معناها انك عايز تجيب لي اكتر 20 كلمه بيتكرروا، اكتر من 20 اكتر 20 كلمه تكرروا ايه، جاب لي بقى كلمه اي وثو وانتلز ومش عارف ايه وكلام زي. طبعا في حاجات كتيره جدا زي ما انا قلت، اوبشنز كتيره جدا في حجم الخط، حاجات كتيره. طيب بس خلينا عشان ما نطولش الفيديو انا هرجع مره تانية للسنتاكس. طب لو انا بقى جيت، يعني انا في القصه دي كلها لو انا جيت عند كلمه ستوري اندر سكور اي اندر سكور اي، طبعا لو انا رحت عند الملف اللي بقول لحضراتكم عليه، احنا قلنا عندنا ملفين عشان بس ان احنا في تمام، فعشان بس اوريكم قد ايه اللي بيتعامل باللغه العربيه بقى بيعاني. فانا غيبك هغير الملف، غيرت الملف قلت له بدل ما كنت شغال على الستوري اندر سكور ايه ستوري بس خليها ستاندر عشان بقى بالعربي، فعمل له برضه كنترول اي وار. شايفين بقى المنظر بقى عامل ازاي؟ طبعا هذا الكلام مش واضح، مش كلام مش واضح وكلام. طب احل المشكله دي ازاي؟ طبعا بقى هنا بنبدا بقى بنخش في عده مراحل للتصحيح. اولا من ضمن المراحل التصحيح ان انا اعرفه ان انا عندي فونت معين عايزك تستخدمه، فقوم جاي هنا هو تقول له فونت لازم يستخدم فونت باث ايكوال ايه؟ طبعا ترادو ده ال تي تي اف ده حجم ده الخط اللي عايزك تستخدمه. طب الخط ده موجود فين؟ انا طبعا الخط ده حاطه في نفس المكان اللي موجود في الدوكيمنت، يعني رحنا عند المستندات هنا اهوت، لو رحت عند المستندات وحاولت بس ان انا اشوف في حاجه تي تي اف عشان بس نتاكد، هات لي التايب كده نشوف الملف ده موجود ولا لا، تي تي اف انزل كده تي تي اف، طبعا هنا ما فيش تي تي اف خالص، لا موجود اهو اللي هو ترادو تي تي اف، وفي ترادو او تراد بولد، طبعا ده نوع اخر من الخطوط. فانا اخدت بس ده هو ترادو اللي هو بالعربي عشان خاطر اقدر احل المشكله دي. شو هتحل برضو ولا لا؟ يبقى انا كده والفونت او ترادو، بس انا متاكد ان هو في المستندات في حته تانية لازم اكتب له المسار بتاعه كامل، بس لان هو في المستندات انا عارف اللي في المستندات، فانا كده كتبت اسمه تمام وحطيت سيمي كولن او كوما بينه، مش سيمي كوما مش سيمي كولن كوما بينه وبين ايه الباك جراوند كلر. طيب ده هيحل المشكله ان انا اقول له الفونت عربي، خلينا برضو اروح اشوف كده، واقوم جاي عامل كنترول ايه ار. طبعا هنا بيقول لي الكالر مش عارف ايه الباك جراوند كالر وايت والماكس فونت، في حاجه هنا هوت ايه، في حاجه هنا غلط. هرجع لحضراتكم تاني على السنتاكس، طبعا السبب الغلط لان انا حاطط مره دبل كوتيشن ومره سنجل كوتيشن، ما ينفعش لازم هنا تكون زي بعضها. قام جاي رايح عامل كده
وانتظر اشوف الدنيا اخبار ايه. انتوا شايفين الحروف تحولت الى اللغه العربيه لكنه كلام مفرط عن بعضه، كلام بعيد عن بعضه، بس مش عايزين كده، لكن احنا مش فاهمين حاجه. انت خليته لي اي نعم حروف عربي لكنها كلمات مش راكبه على بعضها، عشان بس نوضح لحضراتكم قد ايه الامر في اللغه الانجليزيه بسيط، لكن في اللغه العربيه الامر مش سهل خالص زي ما هتشوف حاجه مع بعض. طيب عايزين نحل. عشان تحل بقى انت محتاج ترجع تاني عند السنتاكس هنا، وهتضيف حاجات باكج تانيه او كلاسز تانيه هتحتاجها، حطها كده دي هحطها عشان خاطر العربي بس عشان نقدر نتعامل مع بعض. ايه هي؟ نمره واحد هقول كده فروم بي اي دي اي نقطه الجوريزم، يعني من دهوت امبورت هات لي ايه جيت ديسبلاي، دي باكج انا عايزها علشان اعدل الحروف بتاعت العربي، مجرد تعديل حروف العربي. تقول له فروم بي اي دي اي الجوريزم امبورت جيت ديسبلاي، بس دي لا مش للاسف مش هي دي بس، ده انا كمان محتاج اعمل ايه، اقول له امبورت في باكج تانية اسمها Arabic Reshaper. Reshaper بهذا الشكل بس كده، لا في باكج ثالثه امبورت برضه هنشوف. يعني انا عشان الانجليزي انا اخدت ثلاثه باكج، عشان اعمل العربي ثلاثه باكج محتاج كمان ثلاثه موديولز او ثلاثه كلاسز زي ما تحب تسميهم، من اللي هو ايه كودكس. كودكس وهنشوف كل واحده هنستفيد بيها في ايه، كل واحده من دول لها استفاده او لها استخدام او لها طريقه معينه هنحتاجها. بس قبل ما اعمل الكلام ده لازم اتاكد ان انا مش كاتب حاجه غلط، يعني Arabic Reshaper مكتوبه صح ولا لا، Import Codex مظبوطه مكتوبه صح ولا لا، وفي اهم من الكلام ده ان دولت موجودين على الكمبيوتر عندي، لان لو مش موجودين هسطبهم، وهتسطبهم ازاي برضه محتاج فيديو لوحده التسطيب الحاجات دي. فاتاكد ان هم الاول ان انا ما عنديش مشكله مش هيظهر لي ايرور. طبعا اللي انا عملته مش هيأثر حاجه على ان حروف مقطعه، ليه؟ لان انا ما استفدتش منها بحاجه، انا يا دوبك استحضرتها او جبتها، تمام يا دوبك استحضرتها او جبتها، لكن مطلوب مني اعمل كنترول ايه، وبعد ما اعمل كنترول ايه هعمل كنترول ار، يبقى هعمل كنترول ايه وكنترول ار. هدف الموضوع ده ايه؟ هو التاكد فقط ان الاكواد دي الحاجات دي موجوده على جهازي، لان لو مش موجوده طبعا كنترول ايه كنترول هيديني ايرور، لو الدنيا ماشيه يبقى هيظهر لي الصوره المحطه خلاص ما عنديش مشكله. تعال بقى نشوف كل واحده من الثلاثه اللي انا اضفتهم دول هتعامل معاهم ايه وهستفيد بيها ازاي. اولا انا هروح عند الكودكس، بدل ما قلت اوبن عادي كده لا اقول له ايه كودكس دوت اوبن، يعني افتح بطريقه الايه انك انت هتعامل مع كود معين. ايه هو الكود ده بقى؟ ايه هو الكود ده؟ اللي هو يو تي اف شرطه 8. اشمعنى؟ لان هو ده بتاع اللغه العربيه يو تي اف 8، ده هيقدر يتعامل مع اللغه العربيه. بس كده؟ لا مش بس كده، لكن ده اول استخدام، اقول له كودكس اوبن وده يو تي اف 8، ومتاكد زي ما قلت لازم لو انا عملت دبل كوتيشن هنا يبقى دبل كوتيشن هنا، وان كوتيشن يبقى وان كوتيشن. خلاص برضو عايز اطمئن ان الدنيا انا برضو مش هيفيدني بحاجه، يا دوبك بقول له افتح الموضوع ماشي ازاي، لكن بعد كده انا لسه عندي في الري لسه عندي الريشيبر ما استخدمتوش، والجيت ديسبلاي ده ما استخدمتوش، اكيد انا دول لهم فوائد. تعال بقى ان احنا عشان برضو نتاكد نعمل كنترول اي وكنترول ار واشوف الدنيا هل هيديني ايرور ما اعطانيش ايرور، بس احنا لسه ما استفدناش من الاثنين التانيين. انا بس لازم تعود نفسك عشان خاطر، لان كتير من الناس تعمل مع برنامج الار تعمل مع البايثون مشكلته انه بيتضايق لما يحصل له يدينه ايرور كتير، فحاول نفس تتاكد انك انت ماشي مع الموضوع ايه خطوه 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 خطوه. طيب جميل جدا، شايفين فاير ريد دي بقى هنيجي قبل منها وهقول له Arabic underscore اللي هي رقم 2 ريشيبر نقطه، يعني من الارابيك ريشيبر اللي هي المديول ده هات لي الميثودز الاتيه. ايه الميثود؟ اسمها ريشيب دي بتاعت اللغه العربيه، يعني عاد لي شكلها بحيث تكون ماشيه مع اللغه العربيه، لا Arabic Reshaper. خلي بالك هنا Reshaper وهنا Reshape فقط، ومفيش حروف كابيتال خالص، يبقى النصي اخدت حضرتك النص ده حوله لي لو سمحت الى صوره تقبل اللغه العربيه. يبقى انا كده استفدت من الكودكس ان خليته يقرا الملف اللي هو العربي ده بالانكودنج بتاعتنا اليو تي اف 8، وفي نفس الوقت حولت لي الريشيب بتاعتها بحيث انها تكون Arabic ريشيب.
بس كده؟ لا لسه ما خلصناش، بس برضو عشان نتاكد، لان ممكن اكون نسيت قسم ما قفلتوش، ممكن اكون نسيت حاجه ما قفلتهاش، ممكن يكون حاجه معينه. بدات الدنيا تقرب، بدات الدنيا تقرب، لكن ليست الصوره المثاليه اللي احنا متوقعينها، برضو ما زالت الحروف الى حد ما مقطعه. طيب نرجع تاني ونعمل الخطوه الاخيره، هي الخطوه الاخيره نحن نضيف سطر هنا، ولازم السطر ده يكون، خلي بالكم في البايثون لازم الايدنتيشن ان ادخل جوه اطلع لبره، الكلام ده ليه؟ لمنظر، ليه اهميه جد خطيره. انا بس مش عاوز ايميل، هقول له والله في عندنا حاجه بقى الاخيره، جيت ديسبلاي، ها هات لي بقى الصوره اللي تمشي، يعني حول لي التكست ده الى صوره يمكن انها تظهر، جيت ديسبلاي. طيب يبقى احنا كده برضو استفدنا من ايه؟ استفدنا من الجيت ديسبلاي، هي استفدنا منها، استفدنا من الاربك ريشيبر، استفدنا منها، استفدنا من الكودكس، ايوه استفدنا منه، فتحنا الملف بالطريقه ديت، حولنا الخط للصوره العربي، ثم هنظهره بقى بالصوره ايه؟ العربي. فكنترول ايه؟ كنترول ار، وننتظر الى ان احنا نشوف الايه؟ شكل الدنيا ماشيه على ازاي؟ طبعا برضو ما زالت الخطوط غير واضحه، خلينا بقى نشوف الخطوه الاخيره اللي تظهر لنا الكلام ده هو بصورته الدقيقه. القضيه بقت الاخيره هي في ايه؟ في الجزء ده كده، انا ما جيت هنا انا عايزه ياخد كلمه تكست، يعني التكست ده نفسه تبقى الكلمه الموجوده هنا، وهي نفسها الكلمه اللي موجوده هنا، هو نفس الكلمه. طبعا هحط لكم الكود عشان برضه هحط لكم الملف في الوصف لمن يريد ان ايه؟ ان يطبق الكلام ده، تمام؟ يبقى انا جيت قلت له تكست ارابيك ريشيبر شيب كذا، وجيت ديسبلاي، بس لازم اقول له تكست، وهنا تكست نفس الايه؟ نفس الكلمه. طبعا الباك جراوند ممكن يبقى اي لون احنا عايزينه، ممكن نعمله جراي، بس طبعا تكون كلمه جراي هنا كلمه، خلينا الاول نخليه وايت، وبعدين نبقى نشوف الحاجات ديت وايت. اقوم جاي عامل كنترول ايه وكنترول ار. طبعا هنا بدات الكلام، كنت الوقت على ذلك فقره متى اخي كذا، دي طبعا ايه؟ لانني وقت، هي كده الكلام بقى ايه؟ بقى واضح. طبعا انا ممكن ان انا ازود عدد الكلمات زي ما قلنا، ممكن اقول والله ماكس عدد الكلمات خليهم لي 100، عدد الكلمات خليهم لي 100، وهم جاي عند الكلمات بقى. بس ما زالت الكلمات الاكثر، طبعا ده منطقي ان الاقي من وفي واين وكان والحاجات دي منطقي انها تبقى ايه؟ عشان كده لما بيكون بنعمل تحليل نصي لابد ان احنا نتخلص، دي بيسموها الستوب ووردز، الكلمات اللي هي ايه؟ من وعيلة، كلمات الربط وكلمات الربط بين الكلمات وحروف الجر، كل الكلام ده المفروض يتشال لانها ليست كلمات ذات معنى مهم بالنسبه لنا، لكن احنا بنقدم ايه؟ بنقدم مثال بسيط على الهدف من هذا الايه؟ من هذا الموضوع. هنرجع مره ثانيه، ادي شكل السنتاكس. طيب احنا عايزين بقى نعمل الموضوع، احنا غالبا يعني في شغلنا مش هناخد ملف نصي، وبعدين الملف النصي ده هو عايزين نقراه، القصه دي مش موجوده، لكن مع ذلك السنتاكس ده هنخليه موجود، السنتاكس ده هنخليه موجود لمن يريد ان يستفيد بيه. لكن انا هرجع اوري حضراتكم بقى تطبيق اخر، هرجع هنا عند الملف ده، وهقوم جاي هفتح ملف، الملف ده هو عباره عن هو في ببساطه اسامي الطالبات، اسامي الطالبات وارقام جلوسهم، الاسامي وارقام جلوسهم، انت من جلوس ما لهوش اي قيمه في الموضوع. انا طبعا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشوف ايه الاسماء الاكثر انتشارا بين الطالبات، يعني اسامي ايه اللي منتشره اكثر، فعايزين نعمل الكلام ده. خلي بالكم انا كل صف هنا موجود فيه اسم طالبه، عايز اخرج من الكلام ده اسم ايه؟ اسم الطالبه، واعمل رسمه شبه الرسمه اللي حضراتكم شفتوها. هنعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا احنا مش هنقعد بقى نكتب اكواد، لكن هنلجا الى الاكستنشن اللي احنا عاملينه، واحنا لازم هنقدم اكستنشن، لازم هنقدم اكستنشن. الاكستنشن ده عباره عن ايه؟ اولا لازم اقول له الرسم المتغير اللي انا عايز ارسمه هو ده. طبعا انا عندي ممكن اعمل للاباء، وممكن اعمل للابناء على فكره، لان انا كاتب له هنا الاباء والابناء. طب المجلة ده اللي موجود فيه الخطوط وموجود فيه المتغيرات بتاعتي وموجود فيه الحاجات دي موجود فين؟ طبعا هنا هختار الملف اللي فيه الخطوط واللي فيه البيانات بتاعتي. طبعا انا انشأت، لو رحت كده عند المستندات، وعند المستندات انا عملت حاجة اسمها وورد كلاود، هي دي اللي فيها المستندات وفيها الخطوط وفيها كل حاجة، تمام. طيب الخط اللي انا عايز استخدمه، فهروح برضو عند نفس المكان ده، هلاقي فيه طبعا خطوط مختلفه، لكن مش كلها تنفع للغه العربيه، تمام، مش كلها تنفع للغه العربيه، يعني ممكن ان انا اخد اللي هو التراديشن العربي بس بولد المره دي اجربه، بعدين ابقى اجرب خطوط اخرى. ده الخط اللي انا هستخدمه. طيب انا ما زلت هستخدم الابناء، ايوه، لون الخلفيه عايز ايه؟ احنا شفنا ممكن نغير الخلفيه، فخليها ابيض دلوقتي،
عدد الكلمات انا عايزه بتاعي في كام كلمه، واكبر حجم خط يبقى بكام. نفترض ان انا قلت له اكبر حجم خط خلوه لي 120، وشوف لي كده ال 20 اسم الاكثر انتشارا، ال 20 اسم الاكثر انتشارا. طيب انت في الوقت عايز تحفظ الصوره اللي جايه ديت، الرسمه دي عايز تحفظ، اقول له مثلا سميها كده image 1 دوت بي ان جي، انا عايز صوره البي ان جي، بدي اول صوره هتظهرها لي انت. عايز كمان التكرارات، طب عايز تجيب طبيعه الالوان عايزها ايه، الرسمه بين الالوان. خلينا مثلا خليها دلوقتي كده، عشان بس ايه، لان ده احنا قلنا في اوبشنز كتيره بقى. انا دخلت المتغير اللي يحتوي على النص، هو ده المجلد اللي بيحتوي على الخطوط وفي الكلام ده، هو ده هو ايوه، مش عارف كذا، لون الخلفيه، حددت الحاجات دي. انتظر برضه الى ان البرنامج يخلص وشوف هيظهر لي ايه بهذا الايه بهذا الشكل. يبقى احنا هنيجي في الجزء ده هو، وهنقول بس كلمه اوكي اوكي وهننتظر الى ان تبدا الرسمه في الظهور. وطبعا ادي شكل انتشارا، هي مثلا مريم، روان، ندى، كذا. لاحظوا برضو ان عندنا مشكله في اللغه العربيه ما بين مثلا اسراء الالف، فالمفروض ينضموا مع بعض، كلمه ندى باليه ونادى بكذا. طبعا الحاجات دي كلها قابله للتصحيح وقابله للتعديل، مش اي مشكله، بس احنا بنحاول نكتشف الموضوع مره تانية. تعالى بس كده ان احنا نروح على الجرافس مره تانية على الورد كلاود، ونقول له كمان نجرب حاجه تانية، وهي مثلا الكول وورم. هنا بغير بس الشكل، تعالى نعملها رسمه تانية ديت 2 2. طبعا بيتحفظ فين ده؟ بيتحفظ في نفس المكان اللي احنا محددينه، ونقعد في نفس المكان ده وهنشوفهم حالا. برضو هنا ايه، غيرنا يا دوبك شكل تناسق الالوان او كده، او تداخل الالوان بقت بهذا الشكل. طيب برضو دي اتحفظت، اه تمام اتحفظت، تعالوا نوريك لحضراتكم. هرجع مره تانية، تعالى بقى المره دي نغير كمان في الشكل الاخراج. تعالى مثلا نعمله على شكل هارت، وممكن نسميه بدل ما نسميه ايمج بقى نقول عليه هارت، هارت، اساس ان الرسمه تطلع في شكل قلب. طبعا الحاجات دي المفروض انها تكون برضو هنا، لاحظوا ان هو عطيني شكل من اشكال الايرور. ليه؟ لان ما لقاش الرسمه اللي انا بقول له اختارها، عشان كده لابد ان كل حاجات تكون في نفس الملف او في نفس الايه في نفس الموضوع. طبعا حل الخطا ده هو ان انا كنت لازم اروح على الاماكن اللي حاطط فيها الرسمه، واقوم جاي حاططها في نفس الفولدر اللي هو وورد كلاود. لازم كل الخطوط تكون في نفس الاماكن اللي فيها الصور، يعني عملت فولدر خاص بيه في كل الكلام ده هو. فلما نرجع مره تانية دلوقتي واقول له اعمل لي وورد كلاب تريت الهارت، المفروض ان هو زي ما انت شفته كده، هقول له اوكي ما يظهرليش الخطا لانه لقى الملف في نفس الفولدر. احنا قلنا في فولدر يبقى موجود فيه كل حاجه. طيب هرجع اقفل الصوره دي، اجرب حاجه تانية واتاكد برضو انها لابد، هل الكلاود صوره الكلاود دي موجوده؟ لو انا رجعت ان هو لازم الاقي، خليني ارتب هنا بالاسم، المفروض ان كلاود موجود اهي في المجلد اللي اسمه فولد اللي اسمه كذا، اللي هو اللي انا قلت عليه موجود هنا اهوت كده. فانا هنا المفروض اقول له اوكي، المفروض ان هو هيعمل لي الاسماء داخل شكل من اشكال اللي حضراتكم شايفينها ديت، شكل من اشكال الكلاود، او طبعا عدد الكلمات زي ما احنا قلنا عدد الحروف، كل الكلام ده هو قابل للتعديل. هرجع مره ثانيه وفي الاخير هرجع هنا عند وورد كلاود واقول له والله طيب اعمل لي صوره أليس، نشوف الرسمه. طبعا مع ملاحظه ان برضه لابد داخل الملف صوره، لو ما لقاهاش المفروض ان هو طبعا هيديني ايرور. طبعا هو ما عطانيش، وعطاني الصوره زي ما حضراتكم شايفينها بهذه الثانيه. لو زودت عدد الكلمات، او طبعا شو اكتر 50 اسم بيتكرر، يعني يفضل يكون الماكسيم الاقصى خط يعني ما يبقاش كبير، علشان الصوره ما تبقاش مليانه بحاجات كتيره. خليني برضو ان انا ارجع تاني عند الكلاود مثلا، هنا خليتهم اكتر 50 كلمه متكررين، جاي عامل كده فهيديني اكتر 50 كلمه متكررين. لو انا والله عايز ازود شويه هرجع هنا مره تانية عند الورد كلاود اقول له اكبر خط خلوه لي 120، ده اقصى خط انا عايزه، يعني بيعبر عن اكتر كلمه الحجم زي ما انتم شايفينه بهذا الشكل. عاوز اغير في الخلفيه زي ما احنا قلنا، عم تغير في الخلفيه ممكن في لون ابيض، مش عارف بني، اسود، رمادي، مش عارف ايه. طبعا احيانا بتبقى الصوره مش حلوه خالص نتيجه بعض الخلفيات الغير جيده، وبعضها بيعتبر الى حد ما. طبعا الامر بيتوقف على احنا هنستخدم الكلام ده فين، وهنعمل بيه ايه حسب الممارسه. اللون الخلفيه طبعا انا قلت ممكن اعمل كمان للاباء، ممكن اعمل الكلام ده كمان للاباء. فانا يعني زي ما شفت
الاسامي الاكثر انتشارا للابناء، ممكن اشوف كمان الاسامي الاكثر انتشارا للاباء، يعني مثلا اسم محمد، مصطفى، السيد، مش عارف ايه، دي ثقافتنا المصريه الاسامي المنطقيه. لاحظوا مثلا احمد بحرف الالف عليها همزه، طبعا تساب هنا او تساب هنا، طبعا الحاجات دي كلها لازم تتظبط قبل ما نعمل الرسمه الاخيره، لان الحروف مصطفى مرغمين بالايه، حمدي، حسب، فذاك الحاجات دي كلها لازم تتظبط. لكن بصوره عامه زي ما انتم شايفين، لو حبيت ارجع تاني للرسمه واغير الخلفيه للون الابيض، تمام، لو اللون البني، طبعا اللون الابيض هو الافضل لانه يعني بيوضح الصوره بطريقه اجمل كتير. يعني الالوان التانيه بتبقى نفس اللون، بيبقى نفس الخلفيه، اما الالوان التانيه بتبقى مش بنفس الكيفيه، فنرجع تاني للابيض وهكذا. طبعا هوري حضراتكم حاجه او حاجتين، طبعا هنا زي ما قلت ان دي بتظهر الرسم بطريقه افضل. الحاجه المهمه ان احنا في الدال المليانات عمل لي الاسم الاقل، لو اخترت الابناء بيعمل لي عمود في اسامي الاباء الابناء، يعني حسب الحاجه. خليني ارجع مره تانية واقوم جاي عامل كده وورد كلاود، ارجعني مثلا هنا، لا احنا مش عايزين الاباء، هات لنا الابناء مثلا اللي هي اسماء الطالبات. فبعد ما يخلص، اذا خلص ارجع تاني الاباء ما زالت موجوده، وفي الناحيه التانيه اسامي الابناء مكان ما زالت موجوده. طبعا كل ده قابل برضو للتعديل، كل ده قابل للتعديل. الحاجة الأخيرة، لو أنا رجعت هنا هو عند الجزء ده كده تاني، وحبيت إن أنا يعني أجيب التكرارات يعني عشان أشوف فعلا الرسمة منطبقة مع الكلام ده هو ولا لأ. طبعا بس أقفل الصورة دي، أقفلها عشان بس طبعا حتى لما تلاحظوا إن أنا قفلت الصورة، أسامي الطالبات ظهرت أهي، أسامي الطالبات ظهرت واستبدلت مكان أسامي الأبناء الآباء. يبقى خلي بالكوا بس من النقطه ديت، ادي هنا وورد كلاود، لو انا قلت له ارسم لي الاباء الاباء وقلت له اوكي، بعد ما يخلص هرجع الاقي طبعا هنا الاقي اسامي الاباء ظهرت اهي مره ثانيه. بعد ما يخلص، بس مجرد ما بيخلص ما بتاخدش وقت. طيب نرجع مره ثانيه لفكره ايه اللي نقدر نعمله ثاني، خليني بس كده عشان نتاكد ان الرسمه سليمه. ممكن يجي نقول له هات لي التكرارات، جدول التكرارات، ورتبهم لي حسب نسب التكرارات. تمام، احنا متعاملين مع مين؟ مع الابناء، ماشي. وقوم جاي اشوف الرسمه الاول ونشوف الرسمه بتقول ايه، وهشوف جدول التكرار بيقول ايه. طبعا بيتكلم على ان مريم، لو انا بقى بصيت على الجدول التكراري اللي هو هنا كاتب لي مريم، روان، ندى، فبرضه هنا مريم 23، روان 18، دي 11. فطبعا ايه، زي ما قلنا لو احنا رحنا عند الفولدرز اللي هو ده كده، حبينا نشوف الرسومات، ادي الرسومات اهي هارت 2 مثلا، هبص الاقي الرسمه موجوده، ايمج 2، ايمج 1، اي ايمج بتسيفها هتبص تلاقي موجوده، تظهر عندك في، تبقى محفوظه عندك كايمج، حطها بقى في. انا بس كان هدفي من الفيديو ده هو اوضح لحضراتكم ازاي ان احنا، طبعا اخر حاجه كانت الابناء، فكاتب لي ازاي ان احنا ممكن ندمج ما بين برنامج البايثون وبرنامج الاس بي اس اس، علشان يا اما استخدمنا اوامر السنتاكس زي ما انتم عشان نقرا ملف، او يكون عندي ملف اس بي اس اس زي اللي احنا شغالين فيه ده هو، وازاي ان انا اعمل اكستراكشن اخرج منه الكلمات الاكثر انتشارا. لو احنا خدنا الطالبات اساميهم او الاباء واساميهم، طبعا اي حاجه نصيه انا ممكن ان انا اعملها، فلو دي اسئله مفتوحه انا طبعا هقدر اطلع منها كلمات الاكثر انتشارا. اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وزي ما بقول لك دايما في نهايه اي فيديو، عجبك الفيديو اعمل له لايك، تعرف حد يستفيد بيعمل له شير، في جميع الاحوال ما تنساش تعمل سبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.